تبقى اخويا جينا تلت سعود لقينا العافيه شاعله ما عرفناش منين. تلت سعود عاد زقوا عليا انا بداري، جينا لقينا العافيه شاعله، لقينا البونبيه واقفين. صافي هادشي اللي شفت بعينيا. هاد الناس راه كلهم ضرورين، هاد الناس اللي تشوف فيهم جينا نعاونوهم. راه خويا راه الحاجه مسكينه، راه الدراس راه مسكينه، راه عندها هاد المعيشه، راه ما وكلتش ولادها مساكن، راه ما عندهاش فين توكل. فهمتيني؟ راه مسكينه، راه السيد هو راه مضروره، السيد هذا هو مسكين تنعاونوا فيه. راه ما كاين الا لقينا حتى واحد، حتى الدراري مساكن تفاهموا معنا العافيه، الله يرحم لهم الوالدين. هادشي اخويا راه مع 8 ونص، اخويا 8 ونص وقع هادشي هنايا بالضبط. الناس راه مضرورين، الناس الساكنه حتى هما يا راه تشوف الناس الحاله ديالهم كي دايره اخويا، والله يرحم لهم الوالدين. هاد الناس كاملين جاو ساعدونا كاملين، والامن الاول البومبيه الله يرحم لها الوالدين. وراد الناس راه ضروا الناس، لازم نتمنوا الناس مسؤولين يساعدوهم. تحرق لي الماء، يحيى لي وليدي، تحرق لي حوايجات، كلشي تحرق وليا. السلعه كلها تحرقت لي وليدي، هي مع الشباب ساعات الوليدات، كلشي تحرق كامل، حاجه ما بقات لي. جيت مع سعود هنايا بغيت نحل، بغيت نحل لوليدي، صوت العافيه شاعله، ما عرفناش، ما عرفتش وليدي شكون اللي حرقني. قعدت ساعات الوليدات كنجري عليهم، انا عندي 70 عام كنت باقي خدامه عليهم وليدي.